هينسف عندك التجاعيد من اول استخدام. من اقوى الطرق واسرع الطرق اللي هتشوفيها في حياتك اللي هتشد عندك التجاعيد وهتفتح بشرتك وهتشلك الخطوط وهتشلك اي سواد في بشرتك. كنز رباني عظيم بينسف التجاعيد نسف بجد. لو ما جربتهوش لحد دلوقتي يبقى بجد خسرتي كتير، لانه من الحاجات الفعالة اللي بتشد التجاعيد وبتفتح البشرة فورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا باخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. معاكم مايا من قناة وصفات سحرية مع مايا. النهاردة ان شاء الله جايبه لكم بجد وصفة، عايزة اقول لكم ان الوصفة ديت من اسرع الطرق لشد تجاعيد الوجه وتفتيح لون البشرة، لانها من الخضروات اللي بتشد البشرة بشكل سريع جدا جدا، بتفتح بتبيض بتشد التجاعيد. هتجربيها مرة واحدة بس هتلاقي منها نتائج هايلة. قبل ما ابدأ وصفتي، لو اول مرة تشوفي قناتي ما تنسيش تضغطي على زر الاشتراك الاحمر وتفعلي الجرس عشان يوصلك كل جديد. لايك للفيديو فضلا وليس امر. اول حاجة حبايب قلبي هنعملها ان احنا هنجيب المكون ده، ودوت متوفر عند جميع اللي بيبيعوا خضار وموجود في الاسواق ومتوفر جدا. والمكون ده هو البطاطا الحلوة. البطاطا الحلوة كلنا اكيد عارفينها، دي من الحاجات الحلوة جدا المغذية جدا للبشرة، وكمان فيها مضادات اكسدة بتشد التجاعيد وكمان بتحفز الكولاجين. هنبدأ ان احنا ناخد حبة البطاطا. انا عايزاكي تجيبي حبة بطاطا بالحجم ده كده، تكون صغيرة يعني مش كبيرة، وهتبدأي ان انت تغسليها الاول كويس، وهتبدأي ان انت تقطعيها قطع طرنشات كده صغيرة وهتحطيها عندك في الطبق. ويا ريت تبقى الطرنشات اللي انت هتقطعيها تبقى رقيقة قوي، يعني تكون سمكها زي ما انتم شايفين كده، سمكها رقيق خالص. تمام، طرنشات وبالقشور، هتقطعي البطاطا بالقشور لان الفايده بتاعتها في التفتيح، في التفتيح بالذات بتبقى في القشر بتاعها. وهتقطعيها حتت صغيره كده بالشكل ده. تمام، وهنبدا ان احنا ننقلها بس كده في حاجه اكبر. هي سهلة وبسيطة، طريقتها سهلة جدا جدا. بعد كده حبايب قلبي هنبدأ ان احنا نحط على البطاطا بتاعتي معلقة من العشبة دي، والعشبة دي من الحاجات الحلوة جدا جدا لتفتيح وشد التجاعيد وإزالة الخطوط، وهي عشبة الروزماري او اكليل الجبل. هتحطي بس معلقة كبيرة عليها على المكونات بتاعتي. وبعد كده هنبدأ ان احنا ناخد مية وهنحط عليها كوباية كاملة من المية، وهنحطها على النار تغلي، على نار هادية تغلي او على نار مرتفعة، بس يا ريت تكون هادية عشان يعني المكونات بتاعتك تغلي براحتها، على نار هادية ده الافضل. هتسيبيها على النار تغلي كده لمدة 3 دقايق، يعني هتسيبيها تغلي لمدة 3 دقايق، تغلي غلوتين ثلاثة كده لحد ما تحسي ان البطاطا بتاعتك بدأت تستوي شوية والمية بتاعتك بدأت تنشف حاجة بسيطة. بصوا حبايب قلبي، هي غلت من 3 لـ4 دقايق، خدت 3 4 دقايق كده ماشي لحد ما استوت معايا. بصوا بصوا بقت عاملة ازاي، بقت مستوية خالص. تمام، وبرضو لسه المية بتاعتها ما نشفتش قوي، يعني لسه فيها شوية مية. تمام، هتبدأي ان انت زي ما هي كده، يعني ممكن تستني لما تبرد او تدفى شوية، او ممكن ان انت تشتغلي عليها من دلوقتي. هتبدأي زي ما هي كده تحطيها في الخلاط او في الكبة او في يعني في اي حاجة ان انت تقدري تهرسيها وتخليها ناعمة جدا جدا، طبعا مع عشبة الروزماري او اكليل الجبل. بصوا حبايب قلبي بقى قوامها زي ما انتم شايفين كريمي. تمام، لان احنا حاليا بنعمل يعني اسرع كريم لشد التجاعيد وكمان تفتيح لون البشرة. هتبدأي حبيبة قلبي بعد كده تاخدي عليها معلقة من القهوة. طبعا يعني القهوة اللي انت هتستخدميها
هتبقى مش سريعة الذوبان، هتستخدمي القهوة العادية خالص بدون اي اضافات نهائي، يعني ما تكونش قهوة محوجة. هتروحي عند العطار تقولي له عايزة قهوة، قهوة عادية تكون سادة ما تكونش فيها اي اضافات، لان الاضافات التانية هتعمل لك تحسس في بشرتك. وهنبدأ ان احنا نقلب كويس قوي بالشكل ده القهوة مع المكونات بتاعتي. بعد ما قلبناهم بالشكل ده هتبدأي ان انت تنزلي عليهم بنص معلقة كبيرة من المكون ده وهو زيت الزيتون. طيب الناس اللي عندها او البنات اللي عندها بشرتها دهنية هتبدأي تستبدلي زيت الزيتون بجل الالوفيرا او جل الصبار، عشان طبعا زيت الزيتون ما يصلحش نهائي نهائي للبشرة الدهنية. وهنبدأ ان احنا نقلب. عايزة اقول لكم ان الكريم ده بجد هينقذكم من التجاعيد، يعني من الحاجات اللي شكرني عليها ناس كتير قوي، شكروني بجد على الكريم ده، لان الكريم ده شد معاهم التجاعيد بسرعة، يعني من اسرع الوصفات اللي انا عملتها قبل كده في حياتي. هنبدأ ان احنا ناخد نص معلقة كبيرة من الدقيق او الطحين، وهنا تقدري تستبدلي الدقيق او الطحين بالنشا او الكورن فلور. وهنبدأ ان احنا نقلب مع بعض كويس جدا. مش هتحسي خالص ان في بطاطا حلوة في الكريم ده، هتحسي ان هي كريم القهوة. هتبدأي بقى تيجي على التجاعيد وعلى بشرتك وعلى رقبتك وعلى ايديكي كمان، لان هو من الحاجات اللي بتشد تجاعيد الايدين والرقبة والوجه، وبيتحط تحت العينين بامان، ومناسب زي ما قلت لكم لجميع انواع البشرة، وكمان البشرة الحساسة جدا جدا مش هيأذيها، بالعكس هو هيرطبها جدا وكمان هيمتص التهابها. هتبدأي تدهنيها بالشكل ده حبيبة قلبي وتسيبيها نص ساعة كاملة، هتستحملي على وشك نص ساعة، هي لا بتسبب حرقان ولا هتحسي باي حاجة، بالعكس انت هتحسي اني براحة وانت حاطة الكريم ده، لانه الكريم دوت ملهوش زي ما قلت لكم اي اثار جانبية، بالعكس هو مفيد جدا جدا للبشرة. بعد النص ساعة ما هتعدي هنبدأ نغسل كويس جدا جدا مكانه بالمية الدافية، وهنقفل المسام مباشرة بالمية الساقعة. هتبدأي بعديها ترطبي بجل كده الوفيرا او بأي كريم مرطب عندك وتنامي، استخدميها قبل ما تنامي. هتستخدمي الكريم ده يومين في الاسبوع. يا رب اكون قدرت افيدكم، بالله عليكم ما تنسونيش اللايك فضلا وليس امرا. اشوفكم على خير والسلام عليكم.